بعد ما عملنا انشاء للفيرشوال ماشين، طبعا الفيرشوال ماشين اللي عملت لها كرييت دي سميناها مثلا اي اسم، فيها هارد ديسك. الهارد ديسك ده فاضي، كأنه هارد ديسك جديد اشتريته من الشركة 10 جيجا، والجهاز فاضي جديد ما فيه اي سوفت وير. فانا اول خطوة هنزل فيه الاوبريتنج سيستم، فانا عايز انزل فيه الاوبونتو، لانه اخترت في الفيرشوال ماشين انه نوع الاوبريتنج سيستم هينزل في الماشين دي هو لينكس، والفيرشن بتاعته اوبونتو 64 بت. فلازم يكون عندي ايزو فيرشن ايمج بتاعت اوبونتو 64 بت نازله في الجهاز عندي كسورس، اعمل شنو منها الانستوليشن. بعد ذاك لما الماشين انشاتها انا، طبعا ظاهره هنا دي اسم الماشين، بعمل عليها كليك واعمل رايت كليك عليه واختار سيتنج، او اعمل عليه كليك هنا واعمل كليك على خيار بتاع سيتنجز، معناه انا عايز اعمل اعدل في الاعدادات بتاعت الفيرشوال ماشين دي حقتي. هنا بلقى السيستم، معلومات عن الجهاز، الجنرال طبعا اسم الماشين، ممكن اغير اسمها في اللحظه دي هنا تاني، ممكن اغير الاسم، ده اسم الماشين سميناه، ونوع نظام التشغيل لينكس، والفيرجن اوبونتو 64 بت، دي اخترناه قبل، فممكن اعدل فيها الان لو درع اعدل الديسبلاي ده، لو درع اغير اعدادات كرت الشاشه بتاعت الفيرشوال ماشين حقتي. بهمني هنا الان الستورج، الستورج مقصود بيه الهارد ديسك والسي دي درايف، فدي انا عايز اعمل فيها شغل، اللي هي لما نعمل كليك على الستورج هنا بيصير عندي الهارد ديسك اللي عملت له كرييت، هذا ده الهارد ديسك بتاعي 10 جيجا فاضي نوع ساتا، وعندي اي دي اي كنترولر فيها سي دي دي في دي درايف امتي فاضي. انا عايز انزل في السي دي درايف ده الايمج بتاعت الاوبريتنج سيستم بتاعت الاوبونتو اللي نزلتها من النت، عشان لما نشغل الفيرشوال ماشين تعمل بوتينج من السي دي، واقدر اعمل انستوليشن للاوبونتو من هنا. فاعمل كليك على امتي، بتظهر معاك الشاشه دي، لما تعمل كليك على امتي تعمل كليك على السي دي ده، بتجي خيارات دي تختار منها تشوز اوبتيكال ديسك درايف، تعمل عليه كليك. فهنا بعد ده تمشي تشوف النسخة اللي نزلتها من النت الامتداد ايزو اللي هي هذه، افتح الفولدر اللي نزلت فيه الايمج بتاعتي من النت دوت ايزو اللي هي اوبونتو ديسك توب 64 بت. شوف لازم تكون 64 بت، لانه انا اخترت نظام التشغيل 64 بت، واجي اعمل كليك على اوبن، معناها حيفتح النسخة دي، حيدخلها في السي دي درايف بتاعت الفيرشوال ماشين. فالان لاحظ الفيرشوال ماشين بعد ما كانت امتي، الان ظهر فيها الايزو بتاع الاوبونتو اللي نزلته من النت، بقى موجود داخل السي دي درايف بتاعت الفيرشوال ماشين. بعد ذاك خلاص اعمل اوكي، هنا كليك على اوكي، اعمل كليك على اوكي هنا، واعمل رننج للفيرشوال ماشين بعد ما عملت السيتنج. دبل كليك على اسم الفيرشوال ماشين، فحيغلي على الفيرشوال ماشين، حيشتغل الفيرشوال ماشين يعمل رننج، وحيمشي يعمل بوتينج من السي دي درايف اللي نزلت فيه، والان دخلت فيه الاوبونتو ايزو، فكاني دخلت سي دي درايف في الجهاز حقي، فحيعمل بوتينج لانه الهارد ديسك ما فيه حاجه، هيعمل بوتينج من السي دي. اول ما يعمل بوتينج من السي دي هيظهر عندي الخيار ده، هتشتغل السي دي بتاعت الاوبونتو، هيقول لي عايز انت تعمل تراي للاوبونتو ولا عايز تعمل له انستوليشن. لو عملت كليك على تراي اوبونتو هيشغل لك لايف سي دي للاوبونتو، ما هينزل اوبونتو في الفيرشوال ماشين، وانما هيشغلها لك بس في الفيرشوال ماشين بدون ما يعمل انستوليشن، وتجرب الاوبونتو زي ما عايز وتعمل لوج اوت عادي، ما بدون ما يتاثر الهارد بتاع الفيرشوال ماشين. وهنا بتختار اللغه بتاعت الانستوليشن نفسها، طبعا الديفولت انجليش، فنحن الان عايزين نعمل انستوليشن للاوبونتو في الفيرشوال ماشين، فهنختار الخيار الثاني هنا، نعمل كليك على انستول فيرشوال ماشين. انت تعمل كليك على انستول فيرشوال ماشين هيجيك خيار انك تختار الكيبورد حقك اللي عايز تشغله في الفيرشوال ماشين، فهو الانجليش باي ديفولت، ممكن انا اختار عربي اذا عايز اشغل مع الانجليش عربي. وهنا نوع الكيبورد بتاع في اللغه نوعه، وبعد ما تختار نوع الكيبورد تجي كليك على كونتينيو،
تستمر. يجي هنا بدي خيارات. الخيار الأول اللي هو النورمال انستوليشن. النورمال انستوليشن بيعمل انستوليشن للأوبونتو بالمينيمم ريكوايرمنت. بعدها بيجي خيار اللي هو اريز الديسك كامل عن انستول اوبونتو. لما يقول لك اريز الديسك هنا ما تفتكر انه مقصود الديسك بتاع الجهاز حقك الاصلي وتخاف من الحتة دي، لا، هنا مقصود اريز يعني يمسح الديسك اللي عملناه في الفيرتشوال ماشين، العشرة جيجا اللي حجزناها للفيرتشوال ماشين كديسك، كهارد ديسك للفيرتشوال ماشين، هي القاصد انه هيعمل ليها، اصلا هي فاضية فهيعمل ليها يمسحها ويعمل ليها فورمات وينزل فيها الاوبونتو. فتختار الخيار ده وتعمل كليك على كونتينيو او انستول، لما تعمل كليك على انستول ناو بيجي يطلب منك التوقيت. كليك بالماوس في المدينة اللي انت فيها زي هنا كليك الخرطوم واعمل كليك على كونتينيو، هيستمر. اخترت التوقيت، هتجي هنا هيطلب منك المعلومات بتاعتك، اسمك الكامل هنا و اسم الكمبيوتر حقك اللي عايز تسميه شنو، وهنا اليوزر نيم، وتدخل الباسورد هنا وتدخله مرة تانية الباسورد مرتين هنا. إذا عايز اوتوماتيكلي يعمل لوجن تعمل كليك على دي، إنه كل ما تشغل الأوبونتو اوتوماتيكلي بيدخل اليوزر نيم دي والباسورد دي على الجهاز بدون ما يسألك منها ويشتغل. لو عايزه كل ما تخش يسألك تعمل كليك على التاني ده، وبعد ذاك تختار شنو، كليك على continue، فهيبدأ يعمل انستوليشن لحد ما يعمل انستوليشن للوبونتو كامل في الفيرتشوال ماشين. بعد ذاك يجي يعمل لك، يقول لك عايز تعمل ريستارت، تعمل كليك على ريستارت ناو، فيعيد تشغيل الفيرتشوال ماشين وتشتغل من جديد مع الاوبونتو. كده كيف تعمل انستوليشن للاوبونتو في الفيرتشوال ماشين. ده الجزء الأخير من العمل. بعدها هنجي ليش الخطوة اللي بعدها كيف نجرب الأوبونتو ونتعامل معه.